انا يمكن ما صدقوني يا جماعه، بس صدقيني يا بنت عمي اذا قلت لك كل اللي صار غصب عني. بعين الله. ابي الله يرحمه اخذني وانا صغير، وهنيك عشت وكبرت واشتغلت. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكي. وان شاء الله جبت بنت عمك معك. والله ما تجوزت. ليش لك ابني كمل نص دينك؟ والله حاسس انه ما انا الاوان يا شيخي، بس يقول الله كريم. الله يطعمك يا حق. الله يسلمك. ايه بنتي؟ بدنا مفتاح بيت عمك الزعيم ابو صالح الله يرحمه من عندك حتى يسكن فيه مأمون بيك. على راسي شيخنا، اي مجيب لكم يا اخي. كانوا اخبار الحاره كانت مطوعه عنكم بالمره ما هي؟ اي والله يا شيخي، يعني اللي بعرفه انه جدي الله يرحمه ما كان رضيان عن جوازه ابي من امي، مشان هيك ترك البلد وهشل لبعيد، وضل زعلان واخذ على خاطره وما عاد يهتم باخبار الحاره بالمره. صدقني يا شيخي، أنا بذات نفسي ما بعرف مين قرايبيني بالحارة. ما بقى لك غير فريال بنت عمك، حرام كمان حظاتها قلال هي الثانية. زوجت عبكير ومات زوجها وترك لها بنت وحيدة، أخذها عصام ابن أبو عصام ابن رفيقك القديم. تفضل ابن عمي. الله يسلم هاليدين. ويديك. اسمعيني يا بنت عمي وراح أقولها قدام شيخي. تفضل. ترى أنا ما عندي طمع عبورتة عمي الله يرحمه، الحمد لله مستورة وحالتي منيحة، وإذا أنت بدك شي بتأمريني بشي ترى أنا مجبور فيكي ورقبتي سدادي. لا أيوه، شو عم تحكي ابن عمي؟ أنت من حقك تاخد نصيبك من الورثة وعلى دوز بارة، وأنا اللي بقوله الشرع رضياني فيه، وبإذن الله ما باخد إلا حقي. بهاي مع حق فريال خانو. ذكرته بس خيالات. يا سيدي آمنا وصدقنا انه هذا الزلمه ابن حارتنا، واشتاق لحارته بده يشوفها، بس من له هالمصاري هي كلها؟ من له مصاري؟ ايه مصاري، قال عنده مصاري ما بتاكلها النيران. يا سيدي الله يرزقه، دقت عينك على مصرياته للزلمه؟ ايه سيدي دقت عيني على مصرياته. بدي اعرف منين جابه، منين حوشه، منين عباهم.